ومن أحاديث الفتن المذكورة في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر يقول يا ليتني مكانه. نسأل الله العافية. ويتمنى هذا أهل الخير خوفا على دينهم من ظهور هذه الفتن. ولد في صحيح مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على الرجل في قبره فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني مكانه، ما به إلا البلاء. وإذا المرأة من باب أولى، وكون الرجل يأتي إلى القبر ويرى القبر ويتمنى الموت مع أنه استحضر ورأى القبر أمام عينيه دل على أن البلاء عظيم، لأن الإنسان قد يتمنى الموت لكن إذا وصل إلى المقبرة ورأى القبر يمكن أن يتراجع ويتقهر، لكن إذا رأى القبر وتمنى الموت دل على أن هناك بلاء عظيما قد حل به. ولذا قال أبو ذر: يوشك أن تمر الجنازة على الجماعة فيهز أحدهم رأسه فيقول يا ليتني مكانه. فقال رجل: يا أبا ذر إن هذا لأمر عظيم. قال: أجل، إنه لأمر عظيم.